تسأل ماذا أقصد؟ لا، دعني، لا تسأل، لا تترك بوابة هذا الركن المقفل. اتركني، يحجب أسراري ستر مستل. إن وراء الستار ورودا قد تذبل، إن أنا كاشفتك، إن عريت رؤى حبي وزوايا حافلة باللهفة في قلبي. فستغضب مني، سوف تثور على ذنبي، وسينبت تأنيبك أشواكا في دربي. هل يقبل ثلج عتابك قلبي الملتهب؟ أترى أتقبل؟ لا أغضب، لا إضطراب. لا، بل سأثور عليك، سيأكلني الغضب. وإذا أنا ثرت عليك وعكرت الأجواء، فستغضب أنت وتنهض في صمت وجفاء، وستذهب يا آدم، لا تسأل عن حواء. وإذا ما أنت ذهبت وأبقيت الشوق عصفورا عطشانا لا يحلم أن يسقى، وإذا ما أنت ذهبت فماذا يتبقى؟ لا، لا تسأل، دعني سامتة مطوية، أترك أخبالي وأناشيدي حيث هي، أتركني أسئلة وردودا منزوية. يا آدم لا تسأل، حواؤك مطوية في زاوية من قلبك حيرة منسية، ذلك ما شاءته أقدار مقضية. آدم مثل الثلج وحواء نارية.